الله أوقاتكم بكل خير، طبتم وطابت أوقاتكم بالمسرة وبالمحبة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أينما كنتم وأينما تواجدتم على زوايا وجنبات أرضية ملعب حديقة الأمراء هنا ببطولة المشعل في نسختها الأولى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. نعم، في أولى مواجهات هذا المساء وفي أولى مباريات هذا اليوم، اللقاء الذي يجمع بلاتينيوم في مقابلة فريق فلامينغو، أو فلامينغو في مقابلة بلاتينيوم في مواجهة من خلالها فريق بلاتينيوم الذي عاد من تعادل من أمام الروحاء بنتيجة 1-1، بينما فلامينغو بطل كأس الافتتاح الذي ضرب نجوم قطر بالسباعية في تلك الموقعة. أحداث هذا اللقاء حتتابع الآن. حموي في اللقطة الماضية يتقدم الحموي، لمسة لفواز، السلمي راح، السلمي السلمي، جول جول جول. الله، راقبوا تابعوا شوفوا انتشرت الماضية قسات هذه البطولة. الكرة الآن ملعوبة على القائمة الثانية ورأسية وتسديدة حاضرة لا تبني تمر الكرة وبتعبر لخارج أرضية ملعب المباراة. عيدة وفي 50 دقيقة وركلة زاوية عالية 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 وتسديدة في اللقطة الماضية من عبد الرحمن شويطر الظهير الأيسر، لكن كرة تمر وبالتعدي. تيدي من أجل ماذا؟ من أجل أول أهداف في المباراة. المفرج جول 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 جول، خلص الحازمي، خلص ماجد المولد، ابعدها مات. لعبت الكره ليست سريعه، محاوله موجوده، عادت الكره بجريد على طول المحاوله، على طول اللبسه، على طول اللعبه. هذا وين يا عزو عزو عزو؟ الله 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 الله. نعم، المهمه المهمة كانت على عاتقه منذ البداية، كان واضحا منذ البداية. أنا ما أقول لكم احذروا من هذا الغول، احذروا من هذا البادحدح، احذروا من هذا العمر. نعم، هو الملك، هو الراقب، وبالتالي يلتغى اللدغة الأولى. نعم، المهمة من البداية كانت على عاتقه، من البداية كانت على عاتقه. قد سقطنا بالتعادل في المهمة الأولى، لا نريد السقوط في المرة الثانية، نريد نقاط المباراة. ويرسل تسديدة كانت في المرمى وبالتالي أعطاهم جول. هم بلاتينيوم، هم بلاتينيوم. فواز السلمي، عدى فواز لعزو عزو 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 عزو. الكرة الماضية يا عزو عبد العزيز مرت كرته، كان حاضرا في اللقطة الماضية. الحازمي الحازمي عدى عدى عدى، جول 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 جول. الله، يا ترى ماذا تخبئ؟ نافع 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 نافع. قول قول قول. عمار القرش شالهم، عمار القرش يا بعدهم. الوافي، الله يا الوافي، هذا اللي يقولون اثنين منه ما في بعد ذلك ماذا؟ ومعها مشاهدينا متابعينا الاعزاء، حكم اللقاء عبد العزيز الشيخ يطلق الصافره معلنا نهايه احداث الشوط الاول من هذا اللقاء. تقبلوا خالص تحياتي، انا محدثكم مختار حمزه، الى نلتقي بكم مع مطلع الشوط الثاني. الى ذلك الحين اترككم في حفظ الله ورعايته، دمتم بود والسلام ختم. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، عوده بكم مره اخرى للشوط الثاني وللحصه الثانيه من هذا اللقاء ومن هذه المواجهه التي تجمع كل من بلاتينيوم وفلامينغو او فلامينغو وبلاتينيوم. الشوط الاول الذي انتهى بتقدم بلاتينيوم بثنائيه عمر بادحدح التي سجلها في الشوط الاول. الصناعه الاولى كانت عن طريق عبد العزيز السلمي، والصناعه الثانيه كانت عن طريق ماجد الحازمي. حبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. التسديد حاضر في اللقطه الماضيه، لكن بتمر وبتعدي الى خارج ارضيه ملعب المباراه. الكره الان حاضره في منتصف ملعب المباراه، وصلت عند ماجد الحازمي، يتقدم الحازمي، عدى عدى عدى، جول 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 جول. الله الله، الحازمي ماجد شال الليله، الحازمي شال الليله، وبالتالي ثلاثه
حتى وإن ضربتم نجوم قطر بالسباحية في اللقاء الأول في يوم الافتتاح، إلا أننا لا نريد بأن نقع للمرة الثانية. التعادل الذي كان أمام الروحاء من خلال ذلك اصطدمت باللاعب الأول السعيد المجالي، بتعود الكرة على طول، لمسة الآن عند حاتم الروقف، غسان عدى غسان جول وتسديدة من غسان، لكن بتمر وبتعدي إلى خارج أرضية ملعب الهرم. في تشكيلة ملاكن يوم الكرة الآن ملعوبة ملعوبة ملعوبة، لمسة الله 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 الله، كان أنانيا كان أنا لثامر، ثامر لمين؟ لغسان، مطرفي غسان عدى، هذه جول هذه جول، لا يهدرون الفرص التي لا تهدر. جو إفلاميغو إفلاميغو، هذه وين يا عامر؟ هذه وين يا جابري؟ هذه وين يا عامر؟ خلص مين؟ هو الوافي، خلص الوافي، خلص الوافي. راح نتابع الآن تقدم تقدم تقدم، تمريرة قد تكون القاتلة 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 القاتلة، الله قلتها منذ البداية قلتها منذ البداية، المهمة 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 كانت على عاتقه، تحملها وتكفل بها، وفي المرة الرابعة هو الذي أرسلها، هو الخطر جاب الخبر، هو مين؟ عمر 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 عد وعبر، وبالتالي يلتقى اللدغة الرابعة 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 ويسجل الهاتريك. هاتريكانا يا عموري، هاتريكانا يا عمر، ما تحته يسجل أبو عدى مصعب السعداوي، بتعود الكرة من جديد على طول، يمكن سوبر 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 سوبر، هاتريك يا عموري يا عموري يا عموري يا عموري، هي الفرصة من أجل السوبر هاتريك. سريع بتعود الكرة في منتصف ملعب المباراة، الآن حتابع الآن حنشوف، عادت عند ريان، يزيدي يزيدي عدى يزيدي جول يزيدي، أوه بهكذا فرص ضائعة بهكذا فرص تائهة بهكذا فرص مهدرة، العودة 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 بعيدة العودة بعيدة بإحداث، بتعود الكرة الآن بجريب على طول، الوين يا ريان؟ يزيدي يزيدي عدى عدى جول، هي الأخرى ضائعة، ركلة جزاء رايحة، هذه وين هذه وين هذه وين؟ حاتم حاتم حاتم، ضائعة هي الأخرى ضائعة، ويستمرون السير في الظلام، وفي الظلام سيسيرون إلى أن يلتقون بالروحاء في الجولة الثالثة، وتكاتفوا وأتوا بالصدارة من أتنيون.